بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتقدم بالتحية لمعالي الأستاذ دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على حسن اختياره لموضوع هذا المؤتمر في دورته 31. الحقيقة فإن ما يشهده الآن العالم من اختلافات في الرؤى يجعل من الحوار ضرورة مهمة وملحة، فلقد سأمت البشرية حربا أهلكت النسل والحرث، ولم يعد أمام شعوب العالم وقادتهم سوى الحوار سبيلا لمنع الصدام المزعوم بين الثقافات والحضارات، وليكن الحوار هو مفتاح التعايش السلمي والتشارك الإنساني. أرحب بالسادة العلماء من رؤساء الوفود والأعضاء جلوس المنصة الكريمة، واسمحوا لي أن أتقدم بداية بالشكر للسيد الدكتور خالد الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بالبحرين، كما أرحب بالشيخ نويز باي حاج المفتي الأعلى ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، كما أرحب أيضا بالشيخ أحمد تميم مفتي أوكرانيا، والشيخ الهادي موسى سالم شيخ محافظة دار السلام بتنزانيا، والسيد عبد الله براك كوت أمين المجلس الإسلامي بجنوب السودان، والشيخ بهار سبهاي رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية. أيضا أرحب بالدكتور عبد الحميد متولي رئيس اتحاد الأئمة بالبرازيل. اسمحوا لي السادة الحضور الكرام وفي مقدمتهم معالي الوزير أستاذ دكتور محمد مختار جمعة أن نبدأ هذه الجلسة الحوارية من أجل الحوار وصولا إلى حلول لما يدور في العالم، وينطلق الحوار من جمهورية مصر العربية بحوار مفتوح للجميع يتحدث الجميع فيه دون خطوط حمراء